مساء الخير على السادة المشاهدين، مساء الخير عليكم. النهاردة حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج صحي ومفيد، الصحة والمفيد. فطبعا أوكي، النهاردة هنعمل أكل كله صحي ومفيد. هنبتدي نشتغل على الكيتو دايت. الناس اللي كانت بتسألني على الكيتو دايت، طبعا الكيتو دايت هو نظام غذائي سائد في العالم كله دلوقتي، فهنبتدي نشتغل على الوصفات السهلة والبسيطة واللي في نفس الوقت ما تكونش مكلفة لست البيت. ان طبعا في ستات بتقول ان وصفات الكيتو دايت بتبقى كلها عشان معتمدة على البروتينات وعلى الدهون وعلى الألبان، ففيها حاجات كتير موفرة. لا، النهاردة بنعمل برضو وصفة سهلة وبسيطة جدا، معمولة برضو من البيت، وفيها جميع أنواع الفيتامينات والبروتين. وبرضو النهاردة هنشتغل على حاجات بسيطة جدا تفيد ست البيت كصحيا، واحنا طبعا في فترة الكورونا فمحتاجين حاجات كتير جدا ترفع المناعة عندنا. النهاردة هنعمل حاجات بسيطة جدا وفي نفس الوقت مش مكلفة وبترفع المناعة معانا وفيها قيمة غذائية عالية جدا. هنشتغل النهاردة على صدور الفراخ محشية سبانخ ومشروم. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنكون أول حاجة معانا متبلين الفراخ، صدور الفراخ جايبينها وفتحينها بالشكل ده. هنكون متبلينها ملح وفلفل ومية بصل وتوابل 7 بهارات. هنسيبها ساعتين بالظبط كده ونسيبها معانا، هتكون بالشكل ده معانا، الصدر مفتوح نصين. هيكون معانا بقى الحشو بتاعها بسيط، زيت، بعد كده هننزل عليه بثوم مفروم، يدوبك بس ياخد معانا اللون الذهبي شوية. زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنكون واخدين اوراق السبانخ بس، هننزل على الثوم لما يكون ذهبي معانا كده باوراق السبانخ. طبعا احنا بنعمل كمية كبيرة عشان السبانخ طبعا بيبقى فيها مية فبتدبل جامد جدا وبتبقى حاجات بسيطة جدا. الكمية دي كلها اللي احنا شايفينها هتبقى معانا حاجة بسيطة يدوبك تشوي تحشي بيها قطعتين الفراخ. هنحط بسيط ملح، فلفل، هيكون معانا المشروم فريش، انا طبعا بحب الحاجة كلها تكون فريش. هندبل المشروم مع السبانخ، طبعا انا مش عايزاها تستوي قوي، انا يدوبك عايزاها بس تاخد الصدمة بتاعتها مع الثوم والملح والفلفل لحد ما تدبل معانا. هننزل بالمشروم معاها، كمان هنحط معاها جبنة شيدر وهي جوه في الحشو معانا. عايزين نار عالية عشان ما تنزلش معانا المية. هنسيبها لما تدبل شوية عشان طبعا هي تكمل سواها معانا. هنبتدي ناخد قطعة شيدر نحطها جوه الفراخ كده، وطبعا معانا السبيكس بتاع الأسنان هنشتغل بيه عشان احنا عايزين حاجة صغيرة كده. طبعا يا جماعة احنا الفترة دي محتاجين فعلا حاجات كتير نستفيد بيها، جسمنا يستفيد بيها من الفيتامينات والبروتين والحاجات الصحية اكتر. انا النهاردة كمان عاملة وصفة بأوراق البنجر. ناس كتير جدا طبعا بتشتري البنجر وما بتشتريش الأوراق بتاعته او بترميها، بالرغم ان الفوائد اللي في ورق البنجر كبيرة جدا وعالية جدا.
اولا فيها نسبه حديد عاليه. ناس كتير من اللي عندها انيميا تستعمل ورق البنجر كاسوتيه، ممكن يتعمل بزيت وليمون وملح وفلفل ويتاكل كاسوتيه كده. ده حاجات موفره جدا وسهل قوي، يعني الحاجات دي رخيصه بس فيها نسبه فيتامينات عاليه جدا، محدش فاهم الحاجات دي. فاحنا بنقول برضو من البرنامج هنا ان احنا نبتدي نشتغل على الحاجات اللي هي بنقول ملهاش لازمه، لا اللي ليها لازمه كويس جدا الحاجات اللي هي الاوراق او القشره الخارجيه عامه لكل الحاجات. اوكي فاصل يا جماعه للاذان معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل وابتدينا نشتغل في الفراخ تاني. طبعا اخر حاجه وصلنا لها ان احنا حطينا قطعه جبنه شيدر، وطبعا دلوقتي خلاص خلصنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بقى معانا السبانخ بالمشروم بالشكل ده، هنبتدي نحشيها. طبعا برنامجنا مطبخ الصحة، فاحنا بنبتدي نشوف الحاجات اللي هي فيها فيتامينات وحاجات تنفع الصحة كويس جدا، وبنبتدي نشتغل عليها. خلاص حشينا معانا بالشكل ده، هنبتدي نقفلها. عشان هتبتدي تشوي بعد كده. هيكون طبعا معانا الطاسه سخنه جدا، نقطه زيت، هنعمل الواحده الثانيه، مشروم، سبانخ، زي ما احنا شايفين كده. هننزل على النار، طبعا احنا مش محتاجين خلاص بعد ما عملنا الفراخ نقلع الكلافز بتاعنا. هنبتدي نديها الصدمة بتاعتها. نسيبها مع نفسيها تستوي خالص، وهتبقى زي واخده ريحه البابريكا اللي هي باربيكيو، اللي هي زي الشوي بالظبط، عشان نزلت على صدمه سخنه وعلى طاسه سخنه. طبعا دلوقتي هنسيب الفراخ بتاعتنا تستوي براحتها، وهنبتدي نشتغل على الطبق اللي احنا قلنا عليه، طبق الخضار اللي هو كله فيتامينات طبعا ومفيد جدا. هيبقى معانا مكونات الطبق، هيكون معانا كوسه. انا طبعا يا جماعه بحب اشتغل على الحاجات الصغيرة، كل ما الحاجة تكون صغيرة تتاكل بسرعة، دي حاجة. الحاجة التانية أنا عن نفسي ما بحبش أقطع الحاجات صغيرة قوي، إن الفيتامينات بتاعتها بتقل. فطبعا أنا بحب الحاجات أشتريها صغيرة زي الكوسة كده، الجزر كده، علشان لما نعمل كمان الطبق بتاعنا يبقى شكله كويس. طبعا احنا هيبقى معانا طاسة سخنة، نقطة زيت برضو، معلقة ثوم مفروم. احنا ننقل بس الطاسه هنا مش هنحط توم كتير. طبعا هنستعمل في الطبق بتاعنا ده دلوقتي اوراق البنجر زي ما قلنا. الطبق ده فيه قيمه غذائيه عاليه جدا. اولا انا كمان عامله بصل، هشوي البصل الاول مع الثوم كده، ان الطبق ده هناكله هنشبع. اولا في نسبه الياف عاليه، والالياف بتعمل اشباع للمعده طبعا، وبتحسسنا بان احنا خلاص مش جعانين. مع حاجه تانية ان احنا ما فيهاش نسبه كالوريز عاليه، فهتبتدي تتهضم معانا بسرعه، ان كلها خضار وكلها حاجات الياف هاديه جدا، مش حاجه برضو من الالياف، ان في الياف بتبقى قاسيه على المعده فدي بتتعب. فاحنا بنبتدي على الحاجات الخفيفه. طبعا الكوسه معروفه ان هي حاجه قويه جدا لمقويات القلب، طبعا بننصح ان الناس كلها تاكلها. ومعانا الجزر طبعا للاطفال، مفيد جدا للنظر طبعا،
هنبتدي ناكل فاصوليا معانا، فاصوليا خضراء مشروم فريش. هيبقى معانا بقى النهارده الطبق طبعا عشان لازم ندخل فيه بروتين، وفي ناس بتبقى بالنسبه لهم البروتين بيبقى عالي شويه في السعر او حاجه، عايزين ياكلوا حاجه موفره. فهنعمل معانا الاكل الوصفه بتاعتنا النهارده دي بالبيض. طبعا الناس اللي حابه تعمل دايت تبتدي تشتغل على الاكل ده، على فكره سهل جدا وتغيير شويه عن السوتيهات. فهنبتدي نعمل لهم حاجات جديده شويه. طبعا احنا معانا البصل اهو بياخد معانا لون، هنحط له شويه ملح بسيطه معانا. احنا طبعا انا سلقه الخضار بتاعي كله نص سوا لدنت. هنبتدي نحطه حاجه حاجه، هنشوف الحاجه الاول اللي بتستوي اكتر وننزلها الاول على الطاسه بتاعتنا. هيكون معانا الاول الجزر مع البصل والثوم. هننزل برضو بالفاصوليا، طبعا انا مسويهم نص سوا. الطبق ده يا جماعه فيه نسبه اشباع عاليه جدا ومفهوش حاجه للناس اللي بتحب تعمل دايت، مفهوش حاجه فات خالص. ان احنا بنستعمل برضو زيت الزيتون حاجه بسيطه جدا فيه. هننزل بعد كده بالكوسه. وطبعا المشروم انا بحبه فريش فهنزله عشان ما بحبوش يستوي قوي. هننزل على كل مكوناتنا دي بفلفل وملح. هنسيبها شوية. هنرجع تاني برضو نشوف الفراخ بتاعتنا. احنا مش عايزين نسويها بمية ولا نحط لها نسبة اي سيول سوائل خالص. احنا هننزلها على الطاسة سخنة فتاخد صدمة بتاعتها، مش هتنزل معانا مية. هنسيبها على نار شوية هادية ان هي تبتدي زي تشوي معانا، مش عايزين فيها يعني جوسي خالص ولا صوص خالص. طبعا نزلنا كله. هننزل دلوقتي بقى مدام شذا. مساء الخير. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف عبيد؟ اهلا وسهلا يا حبيبتي، اهلا بيكي. ازاي صحتك؟ بخير الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيبه. ميرسي. تسلمي ايديك يا شيف عبيد. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي لي جدا، بشكرك. الحاجات الحلوه دي ما شاء الله تبارك الله، ربنا يخليكي. ميرسي جدا. يا ريت نتمنى طبعا الناس كلها تبتدي تشتغل على الاكل الصحي، ان احنا ممكن علاجنا حاجات جميله ما شاء الله. ربنا يخليك. ما شاء الله، ربنا يخليك يا فندم. تسلمي لي يا رب. ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي. بس ورق البلده ده مش تسلم شويه يا شيف عبيد؟ لا 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 لا، بالعكس. هو احنا اساسا لو نزلناه على ميه سخنه هيبتدي يستلي معانا، مش هياخد بالظبط بالظبط 3 دقايق او دقيقتين ونص على النار لو نزلنا عليه بميه سخنه. لو نزلنا بيه زي نعمل له سوتيه كده مش هياخد بالظبط معانا 3 دقايق. هو الورقه بتاعته اساسا مش خشنه، اي ورق عامه بيبقى فيه نسبه ميه كتير فبيبقى نازل معانا بسرعه، بيستوي معانا بسرعه. ربنا احنا ما بناخدش العروق بتاعته، احنا بناخد الاوراق بس. حاجاتك كلها جميله ما شاء الله تبارك الله، حاجاتك. بشكرك يا فندم، بشكرك جدا، بشكرك. ام محمد اهلا بيكي. الو الو، مساء الخير. مساء النور. ام هنا. ام هنا اهلا وسهلا. يا ام هنا اهلا بيكي. اهلا بيكي يا حبيبتي. بقول لحضرتك انا عايزه طريقه الكريب معلش، وحاجه كمان عندي بنتي 7 شهور فبيقولوا ابتدي اكليها يعني حاجات خفيفه، فانا مش عارفه ايه الحاجات الصحيه الخفيفه. هي عندها قد ايه؟ كام شهر او كام سنه؟ 7 شهور. بصي يا حبيبتي، احنا طبعا ال7 شهور والوقت ده بيبقى لسه ما عندهمش دروس او اسنان، فهنبتدي نشتغل معاهم على الحاجات اللي هي البوريه. زي هنبتدي نشتغل على البطاطس البوريه مع كوسه وجزر، هنحط لها صدور الفراخ الحته الموزه بتاع صدر الفرخه من جوه عشان تبقى طريه. هنسلقها كله مع بعضه بملح وفلفل حاجه بسيطه جدا، هنسلقها لها وبعد كده نضربها لها في الخلاط او في الميكس ان هي تبقى زي بوريه كده.
هنبتدي نديها لها بالمعلقه. دي من الحاجات المفيده جدا للاطفال، حتى في حاجات جاهزه بتتباع في الصيدليات، فطبعا فيها مواد حافظه وحاجات زي كده. احنا بنشتغل على الحاجه اللي موجوده في بيتنا وموجوده سهله جدا ورخيصه على فكره. اشتغلي لها على حاجات البوريه زي كده، البليله اللي هي القمح بتاعنا نعمله وتحطوا لها عسل وتاكلوها لها زي المهلبيه بالظبط. مهلبيه الجوافه انا عملتها في حلقه قبل كده، فالحاجات دي كلها كويسه جدا. وعندي بنتي برضو 4 سنين. اربع سنين ما بترضاش تاكل الاكل بتاعنا بتاع الكبار، يعني ما مش عارفه اعمل. بصي ابتدي اشتغلي لها على، جيبي لها صور من الاكلات الصحيه وابتدي اعملها لها وشوفي مكوناتها ايه، بس تكون مكونات كلها صحيه. ابتدي اشتغلي على الحاجات اللي هي، اعملي لها اشكال بالجزر بالكوسه، دخلي لها اكله في اكله كده، حاجه تكون خفيفه شويه بس تكون شكلها، ان الاطفال بيشتغلوا اكتر على الشكل، يعني هم بيبصوا للشكل اكتر من هو ايه. لو هي حاجه ما بتحبهاش وشكلها كويس اوعدك ان هي فعلا هتبص تلاقيها بتاكلها بسرعه وهي بتطلبها كمان بعد كده. اشتغل على الحاجات المفيده والصحيه اكتر، بس على حاجه تكون غير المعتاده اللي انت بتعمليها. العفو. طريقه الكريب هقولها لك حالا. حاضر، بس لو معانا وقت ان شاء الله. طبعا انا الوقت كده اهو الخضار بتاعنا انا بديله شويه عشان البصل كان لسه ما استواش، وانا عامله على دنت الاكل اللي هو الخضار بتاعنا نص سوا، فعبالة ما ياخد سوا عروق البنجر او اوراق البنجر يكون كله سوا مع بعضه. طبعا انا هقطع دلوقتي البيض بتاعنا، انا بحب يا جماعه الحاجه بس سبايسي شويه، وعلى فكره الحاجه السبايسي لما الستات اللي بتعمل دايت لو كلتها هي حلوه، السبايسي عامه بيحرق دهون، دي حاجه. الحاجه الثانيه بتفتح الشاي معاها، لو الحاجه مش عاجباها قوي هتبص تلاقيها بتاكل وبتعمل اشباع معاها، فكلي براحتك من الخضار وكتري وما تقلقيش خالص. بالنسبه بقى الاكل ده كله ينفع يا جماعه كيتو دايت، حلو قوي عشان ما فيهوش اي نسبه نشويات، النشويات معانا مش موجوده خالص في الاكل بتاعنا. والناس اللي بتعمل دايت برضو يا ريت تاكل بالليل خضار فاكهه، بس بلاش الفاكهه اللي فيها سعرات حراريه عاليه ونسبه السكريات عاليه برضو، ان يعني ما نأفورش فيها بالليل. نبتدي نشتغل على الحاجات اللي هي ممكن تكون فيها نسبه ملوحه شويه، زي البرتقال، زي المشمش، زي معانا كمان الكيوي والاناناس. الحاجات دي يعني من الحاجات اللي بتخسس جامد جدا. يستحب يعني بلاش نتعشى بالليل اي حاجه فيها نشويات خالص، عشان بتعمل معانا طبعا ما بتتهضمش بالليل وما بتبقاش في حركه للسعرات الحراريه ان هي تشتغل، فبننام طبعا كالعاده. احنا يعتبر الخضار بتاعنا هو النهارده استوى، يعتبر كده استوى. بناكل بالليل زبادي بليمون، مستحب يعني ان العشاء كله يبقى زبادي بليمون مع قطعه فاكهه عشان الوش معانا ما يبقاش فيه مشكله ويخس ويبقى فيه سمار. نبتدي ناكل فاكهه قبل الزبادي بالليمون وناكل بعد كده زبادي والليمون. اوكي، معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يوسف. اهلا وسهلا يا يوسف، ازيك حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، اخبارك؟ الحمد لله تمام. اتفضل. انا كنت عايزه اعرف طريقه العمل الكبيبه. الايه؟ الكبيبه. الكبيبه؟ اه الكبيبه في كذا نوع منها، في مقلي وفي صينيه، فانت حابب ايه بالظبط؟ المقلي. المقلي؟ اه اوكي حاضر، هقولها لك حالا. معانا الكبيبه طبعا يا جماعه، لو هنعملها على اصولها الستاندر بتاعها هيكون معانا نص كيلو برغل بني، طبعا لو على الستاندر بتاع بلدها هيكون معانا نص كيلو برغل بني مع كيلو لحمه حمرة خالص منزوعه الدهون نهائي، ما فيهاش اي نسبه دهون عشان الكبيبه ما تفكش معانا. هنبتدي ننقع معانا، هننقع البرغل بتاعنا كويس جدا. ام كريمه اهلا وسهلا. اهلا بيك. الو. اهلا، اتفضلي يا ام كريمه. ايوه ممكن اكلم السيف؟ اهلا، اتفضلي انا معاكي. تسلم ايديكي. تسلمي حبيبتي، ميرسي. تسلم ايديك يا بنتي، ربنا يخليك يا فندم. الاكل طبعا جميل جدا وممتاز، ربنا يخليك. هو فعلا احنا بنشتغل على الحاجه اللي احنا مش عايزينها تبقى مكلفه وفي نفس الوقت
مفيده وصحيه وجديده لست البيت طبعا. أيوة بتاعتنا. والله حاجات جديده وممكن تتاكل بالليل خفيفه مش ما تتعبش المعده. وتسلم ايديكي وان شاء الله ربنا يجعلكم تكتروا من الحاجات دي عشان خاطر كل الناس محتاجاها الحمد لله. ربنا يخليك يا رب. ترفع المناعه ان كل الحاجات اللي فيها مفيده. ايوه طبعا كلها خضار وحاجات مفيده فعلا. فاحنا بننصح ان الستات كمان اللي بتحب تعمل دايت تاكلها وتكتر يعني ما فيهاش مشكله ان دي حاجات ما بتتخنش. الحمد لله والحاجه حتى الفراخ جميله وبرضك بسيطه جدا الحمد لله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يوفقك يا بنتي ان شاء الله. ميرسي. ويصلح بين ايديكي. ربنا يخليك يا فندم بشكرك جدا. وميرسي جدا على الحاجات الحلوه دي. بشكرك الف شكر. بشكركم جميعا. هنرجع تاني للكبيبه يا جماعه. طبعا البيض النهارده هو معانا. الاكله دي يا جماعه ممكن تاكلوها بالليل بس مش بالليل قوي يعني هو مش مستحب بالليل قوي ده يعني. البيض طبعا مفيد وبروتين ومعانا جميع انواع الخضار طبعا. انا عن نفسي بحب احط رشه مستردة مع الاكله دي. في ناس بتحط باربيكيو كده معاها برضو بتبقى حلوه جدا. هنبتدي نعمل كده زي برزنتيشن للطبق عشان نكتر البيض فيها. وادي اول طبق معانا خلص سهل جدا وما خدش معانا وقت وفي نفس الوقت الناس تاكل منه وما تضايقش يعني. احنا نرجع تاني للكبيبه ليوسف. معلش يا يوسف. هننقع البرغل كويس جدا في ميه سخنه وبعد كده نسيبه زي ساعه ساعه ونص ونصفيه كويس قوي 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 عشان احنا الكبيبه اللي معانا لازم ما يكونش فيها ميه نهائي. اي نسبه سوائل او حاجه جوسي مش محتاجينها خالص في الكبيبه بالاخص. والدهون ما يكونش فيه يبقى زيرو دهون في اللحمه. هنحط الكبيبه. هنبتدي ناخد البرغل ننقعه كويس جدا ونصفيه كويس جدا. هناخد اللحمه هنحطها في طبعا اللحمه بتكون مفرومه كويس قوي. هنبتدي ناخد بصلايه واحده صغيره ملح فلفل سبع بهارات او جوز الطيب زي ما التوابل اللي الناس بتحبها. هنبتدي نحط الكبيبه النص كيلو على الكيلو اللحمه في الكبه. هنضرب الاول البرغل لوحده وبعد كده هنضرب اللحمه المفرومه لوحديها وبعد كده هنعملهم ميكس مع بعض. والبصلايه طبعا مع اللحمه المفرومه هنعملهم ميكس مع بعض. بس هو المشكله كلها يا جماعه ان احنا في ناس بتحبها ناعمه جدا وفي ناس بتحبها خشنه. فطبعا الناس اللي بتحب الكبيبه خشنه هنبتدي ما نعمهاش قوي في الكبه او في الميكس بتاعنا. اللي بتحبها شويه ناعمه يعني تقسى عليها شويه في الضربه يعني مرتين او حاجه زي كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه هي كلها يا يوسف مشكله الكبيبه كلها في التكويره بتاعتها. ان انت لو عارف كويس قوي هتكورها ازاي ان احنا بناخد قطعه وبنبتدي نشتغل بصبعنا كده 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 لحد ما تتفتح معانا بشكل معين. ونحط اللحمه المفرومه معانا بتكون لحمه مفرومه مع الصاجه. في ناس بتحط فيها رمان وفي ناس بتحط فيها سنيبر على حسب كل واحد وهو عايز الحشو بتاعه ايه. بس هو الاساسي بتاعها لحمه مفرومه. وبعد كده بنبتدي نقفلها وبنقليها. دي بالنسبه للمقليه. بالنسبه بقى للصينيه دي حاجه تانية خالص بقى. بس طبعا احنا بنقول ان يوسف عايزها مقليه. بصوا يا جماعه دلوقتي معانا الفراخ بتاعتنا شايفين شكلها عامل ازاي. طبعا شلنا منها السبيكس بتاعنا الخل بتاعنا. طبعا احنا بناخد كمان بواقي السبانخ والمشروم ما بنرميهاش. طبعا احنا بناكلها ان احنا ولا عايزين نسبه نشويات معانا خالص في الاكل ده. احنا بنعتمد على البروتين والدهون. ده الناس اللي كيتو دايت. طبعا الناس اللي ما بتعملش كيتو دايت ما تاكلش الاكل ده يعني مش كتير. يعني نصيحه مني ما ياكلش منها كتير. لكن ده انا بتكلم على الكيتو دايت. ان الكيتو دايت بيعتمد على 90% او 95% منه كله دهون بروتين
مفيش زيرو نشويات زيرو سكريات، هو بيعتمد على حرق الدهون الداخليه لما بيكون مفيش سعرات حراريه في الجسم، فبيحرق الدهون اللي موجوده جوه الجسم، وكمان بيحرق الدهون الداخليه والخارجيه، يعني الحاجه اللي لسه داخله بيحرقها برده عشان مفيش ولا نسبه سكريات ولا نسبه نشويات مع الحركه، فالدهون الداخليه بتبتدي تسيح كويس جدا. طبعا الوصفه دي يعني لو من غير جبنه تنفع للناس اللي بتعمل الدايت العادي، لو بجبنه هتبتدي نشتغل عليها للكيتو دايت. اوكي، طبعا معانا هي دلوقتي هنبتدي نعمل بس برضو البرزنتيشن بتاعها في الاخر خالص. دلوقتي بقى معانا حاجه سهله قوي 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 وبسيطه، السلطه بتاعتنا اللي عاملينها النهارده، سلطه الخضار بالفراخ والزبادي. طبعا انا برضو بقول لكم ان انا بحب الحاجه تكون كبيره شويه، ان كل ما القطعه تكون كبيره بنندغها يعني فتره طويله، اولا بنحس بالاشباع، حاجه تانية الفيتامينات والحاجه اللي جواها ما بتنزلش منها بسهوله. فطبعا انا عامله كوسه، سلقه كوسه كويس جدا، بس انا بحب الحاجه شويه على دنت شويه تكون نص سوا. عامله معايا كمان فاصوليا خضراء، الخضار بتاع الموسم يا ريت نشتغل عليه يا جماعه. ام محمد اهلا بيكي. اهلا بيكي حضرتك. اهلا وسهلا. بقول لك بالله عليك انا عايزه، عندي عزومه وعايزه اعمل مكرونه بشاميل، بس بالله عليك هي بتفك مني ما تطلعش الحته سليمه، بالله عليك عايزاكي تقولي طريقه بس بعد ما اقفل. بعد الايه يا فندم؟ بعد ما اقفل عشان اعرف اسمعك. حاضر حاضر ماشي. حاضر ماشي، شكرا يا ام محمد على اتصالك، بنشكرك جدا. طبعا دلوقتي عملنا فاصوليا، احنا بناخد الخضار اللي موجود في الموسم، معانا فاصوليا خضراء، معانا كوسه، معانا جزر، معانا بقى فراخ انا عاملاها مشويه ومقطعاها سلايز، علشان برضو الناس اللي ممكن تكون عايزاها وجبه اساسيه معاها تاكلها وهي مرتاحه جدا. فانا عملت الفراخ مشويه خالص من غير اي دهون ولا اي حاجه، فعلشان نبتدي ناكلها واحنا مطمنين ان ما عندناش اي نسبه سعرات حراريه او كالوريز عالي معانا في الاكل، ممكن دي نتعشى بيها عادي خالص. انا عامله الفراخ اهي، دي للناس اللي عايزه تعمل الدايت العادي، لحد كده الدايت العادي اللي هو خضار مع فراخ مشويه مع زبادي، دي للناس اللي عايزه تعمل الدايت العادي. الناس بقى للكيتو دايت هنبتدي نحط لهم جبنه شيدر مع المكونات بتاعتنا. انا عايزه برضو هاخد في الزبادي بتاعنا توم، اللي حابب يحط حاجه سبايسي ممكن يستعمل حاجه سبايسي، قرن فلفل برضو حراق كده عشان ناكل واحنا عندنا شهيه كده حلوه للاكل. هيكون معانا شويه فلفل، ملح، في ناس بتحط ليمون اوكي، ما في ناس مش عايزه ليمون مفيش مشكله. المكونات بتاعتنا كلها اهي، فراخ، جبنه، خضار، هنحط عليها الزبادي بتاعنا، معانا اتصال. ام يوسف اهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا ام يوسف، اتفضلي. لو سمحت كنت عايزه اعمل طريقه التوميه عشان كنت بعملها بس في نسبه النشا عاليه شويه. التوميه، طب انت بتحبي تعملي المايونيز في البيت ولا بتحبي تشتريه جاهز؟ لا انا بحب اعمل كله في البيت بصراحه. طيب التوميه لو انت حابه ان انت عايزاها تبقى من غير نشا، ممكن تعملي مع مكوناتك بطاطسايه مسلوقه وتعمليها بوريه. بوريه دي لو مش عايزه تكتري نشا فيها او مش عايزه تكتري فيها ان هي تبقى شويه دسمه يعني، فاحنا بنحط واحده بطاطس بوريه مع المايونيز للطريقه اللي انت بتعملي بيها شغاله بيها عادي، وتبتدي تحطيها معاها في الميكس كله، وبعد كده بتحطي كميه توم يعني كتير شويه. تمام كده بس، لكن هي بتفك منك او يعني مش عايزه النشا بتفك منك، عشان النشا ساعات بتبقى حتى لو احنا عملنا المهلبيه وسبناها يوم والتاني بنبص نلاقي المهلبيه بقت عامله زي الميه. تمام صح. فالبطاطسايه بتمسك معاكي المايونيز كويس قوي. متشكره قوي. العفو يا حبيبتي، نورتينا يا ام يوسف.
طبعا يا جماعه دلوقتي معانا السلطه دي، مش عايزه اقول لكم قد ايه هي مفيده وسهله وبسيطه. ممكن نحط عليها زيتون، اوكي مفيش مشكله عندنا. ممكن نحط عليها مكونات تانية طبعا، في بروكلي بيبقى موجود ماشي، في كورن ذره صفراء بنحطها ماشي، كل الحاجات دي بنحطها ما عندناش اي مشكله فيها. بس اللي مش مشكله معانا بقى ان احنا نخلط. مشيماء اتفضلي. الو ايوه شيفه. مشيماء اتفضلي، ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. وانت بصحه وسلامه شيف. اتفضلي حبيبتي. عايزه اعرف طريقه البسبوسه، عمل البسبوسه. البسبوسه؟ حاضر، من عيني الاثنين، دي سهله جدا. انت هتسمعيها معانا دلوقتي؟ احنا معانا وقت؟ احنا معانا وقت صح؟ طب اوكي كويس قوي. بصي يا مشيماء، مشيماء كانت معانا اخر اتصال ولا ام يوسف؟ ام شيماء. اوكي ام شيماء، هنعمل معانا البسبوسه. انا بعملها بطريقه ومامتي جربتها وعجبتها جدا وطلعت معاها مظبوطه زي بتاعه المحلات بالظبط. انا باخد كوبايه الا ربع سمنه سايحه مع 3 كوبايات دقيق سميد. دقيق سميد بناخد كيلو الا ربع، 3 كوبايات دقيق سميد مع كوبايه الا ربع سمنه سايحه مع كوبايه الا ربع شربات او كلوكوز، كوبايه الا ربع كلوكوز او شربات زي ما انتم عايزين. يعني لو عندكم كلوكوز اوكي، لو عندكم شربات في البيت بس يكون تقيل، مع كوبايه الا ربع سكر، 3 معالق جوز الهند، 2 معالق فانيليا. هنضرب كل ده مع بعضه في الخلاط، مش هنعمل لها زبادي. كوبايه الا ربع لبن، بنحطها كلها مع بعضيها، بنعمل لها الميكس الاول طبعا الناشف كله مع بعضه اللي هو اليابس، اللي هو هنحط السكر مع الدقيق السميد مع الجوز الهند، كل ده مع بعضه مع الفانيليا. وبعد كده هنحط الحاجات السايله مع بعض، هنحط كوبايه الا ربع شربات او كلوكوز مع كوبايه الا ربع سمنه، هنحطها كلها على بعضيها مع كوبايه الا ربع لبن. هنخلط كل المكونات مع بعض في نار 180، هنحطها على بس من تحت. في ناس بتغلط جامد جدا وبتحط الشوايه مع الفرن من تحت، ده اكبر غلط ان بتتكتم معانا البسبوسه. احنا كمان ممكن نحط برضو، نحط كيس بيكنج باودر، كيس بيكنج باودر كبير مع المكونات دي كلها. هنخلطها ونحطها على النار في درجه 180، نسيبها حوالي تلت ساعه او نص على حسب برضو النار. في ناس بتبقى عندها 180 واطيه وفي ناس عندها 180 عاليه جدا يعني. فنخلي بالنا اول ما تستوي من فوق تحمر خلاص بندفع عليها. بيكون عندنا الشربات بتاعنا كوبايتين شربات، كوبايتين ميه مع كوبايتين سكر، يا دوبك يغلوا يكون البسبوسه سخنه والشربات سخن نحطهم. انا كمان بحط مع الشربات معلقه او 2 معالق سمنه سايحه مع الشربات. اول ما تخرج من الفرن على طول بنستنى 5 دقايق وبعد كده نحط الشربات سخن عليها. والف انا وشفا يا مشيماء، ويا رب تكون الوصفه سهله. طبعا هي ما فيهاش زبادي بس احنا بنحط لبن بدل الزبادي، وان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم. وطبعا بتمنى بقى النهارده من مشاهدينا الاعزاء ومشاهدين برنامج مطبخ الصحه ان يكون الاكل النهارده استفدتوا بيه وافادكم طبعا، علشان خاطر دي حاجه جديده. يمكن انا شويه شغاله بحاجه مختلفه شويه، انا شغاله على كل الاكل اللي هو فيه صحي ومفيد اكتر، وفي نفس الوقت يكون مع ست البيت مفيش تكلفه كتير، دي حاجه. الحاجه الثانيه تكون حاجه جديده شويه، تغيير للاولاد وللاسره في البيت عامه. فيا رب تكون الوصفه عجبتكم وابتدوا اشتغلوا على صحتنا في اكلتنا زي ما بيقولوا، ان احنا نشتغل على نشتري الحاجات، مش بلاش الحاجات اللي كلها من بره دي، نبتدي نشتغل على البيت، نظافه البيت، نظافه الاكل في البيت اسفه. فطبعا الاكل في البيت يكون مفيد جدا وفي نظافه وما بيجيلناش اي ميكروبات طبعا من بره خالص، ان احنا بنبقى عارفين الحاجه عاملينها ازاي. وغير كده وكده يعني عندنا الحاجات دي رخيصه، والله الحاجات دي رخيصه جدا بس مفيده بشكل كبير. فبتمنى من كل الستات اللي حابه طبعا بتاعه الدايت وعايزه تعمل دايت ومش عايزه تشتغل على البرشام او على العقاقير عامه، هنبتدي نشتغل على صحتنا في اكلتنا، ان احنا نشتغل على الاكل الصحي المفيد اللي هو مش مكلف. وما نقولش اصل ده غالي اصل ده رخيص، كل الاكل اللي معانا النهارده او الـ3 اصناف او الـ3 وصفات النهارده اللي معانا ما فيهمش اي تكلفه عاليه جدا، بالعكس كلهم حاجات بسيطه مفيده
بنخسس معانا بسرعه، ان مفيش نشويات نهائيا. انا بنصح برضو الستات النشويات يا جماعه، النشويات هي اللي فيها المشاكل الجامده جدا. وطبعا الناس اللي عندهم مرضى السكر طبعا نحاول نخفف من النشويات، ونحاول نخفف من انواع الفاكهه اللي فيها نسبه سكر عاليه. نبتدي نشتغل على الانواع اللي شويه هاديه، يعني في ناس بتاكل كميه كبيره من الانواع الفاكهه اللي فيها سكريات عاليه، وبتيجي تقول انا جات لي سكر عالي، انا جالي بعد شهر غيبوبه سكر. لا، احنا ناخد الفاكهه اللي هي تكون فيها نسبه موالح اكتر من تكون فيها نسبه سكريات. وان شاء الله يا رب تكون الوصفه عجبتكم والحلقه عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.